السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه لول. النهاردة ان شاء الله هنعمل فكرة دراع كروشيه لشنط الكروس. اللي حابب يعني ان هو يبقى يعمل الشنطة كلها كروشيه، حتى الدراع كمان ممكن يعمل فكرة الدراع دي، جميلة جدا وفيها مطة خفيفة كده وجميلة جدا وشكلها حلو قوي وجديدة وموضة قوي في السنة دي في 2020. فتعالوا بينا نشوف هنعمل ازاي الدراع ده. هنبقى مثلا معانا الحلقة اللي هنركبها مثلا في الشنطة، او الجنش اللي زي ده هنخيط. لو انتي مثلا عندك الجنش ده بتدخلي هنا وبتشتغلي الخيط على دي علشان تثبتي فيه الدراع. لو عندك حلقة سهلة الفتح مش لازم جنش خالص، بتشتغلي على طول الدراع وبعد كده بتجيبي حلقة سهلة الفتح دي وتدخليها في الشغل معاكي بسهولة جدا، ما فيهاش صعوبة يعني. فاحنا هنعمل دلوقتي مع الجنش ده، هنشتغل بقى معاها، هندخل الإبرة جوه حلقة الجنش كده زي ما انتوا شايفين ونسحب الخيط ونعمل حلقة البداية أو غرزة البداية، وبعدين نخلي بقى معانا الخيط ده في تحت الشغل كده، وبعدين نعمل 2 غرزة حشو مع غرزة البداية كده، تكون معانا 3 حلقات على الإبرة. تمام، بتشتغلي بقى بتسحبي الأول حلقتين دول من الإبرة خالص، بتسحبيهم برا الإبرة وبتشتغلي بتسحبي خيط وبتدخلي في حلقة وبتدخلي في الحلقة اللي بعد كده وبتسحبي الخيط وبتطلعي من الحلقة، وفي الحلقة الثالثة بتدخلي فيها وبتسحبي الخيط وتطلعيها منها بالشكل ده. يعني احنا بنشتغل الثلاث حلقات كل واحدة لوحدها، بنطلع الحلقتين دول كده ونسيب حلقة واحدة بس على الإبرة، بنسحب الخيط ونطلع من حلقة واحدة من الحلقة اللي على الإبرة يعني، وبعدين ندخل تاني في الحلقة التانية ونسحب الخيط ونطلع منها، وبعدين الحلقة التالتة برضو ندخل فيها ونسحب منها الخيط علشان يتكون معانا الثلاث حلقات دول. تاني بنطلع من الحلقتين الاولانيين دول بس نمسكهم كويس عشان ما يفكوش، وبنسحب الخيط ونطلع من اول حلقة، وبعدين ندخل تاني حلقة ونسحب الخيط ونطلع منها، وبعدين ندخل تاني في تالت حلقة ونسحب الخيط ونطلع منها كمان مرة، نطلع من الحلقتين الاولانيين دول نسحب الخيط ونطلع من اول حلقة، ندخل في تاني حلقة نسحب الخيط ونطلع من تاني حلقة، بعدين ندخل في تالت حلقة تاني ونسحب الخيط ونطلع منها كده، يتكون معانا برضو 3 حلقات. هي بتفضل كده بتكونيها على بعضها كده لحد ما توصلي لطول الدراع اللي انتي محتاجاه كده. هي سهلة جدا، فكرتها بسيطة خالص بس في نفس الوقت بتديلك شكل حلو. انا بس عايزة اعمل معاكو كام دور كده علشان يبان معاكو شكل الغرزة كده. نسحب من 2 بس ونشتغل كل حلقة لوحدها، كل حلقة لوحدها كده كده بالشكل ده. في افكار تانية للاشكال الدراع تاني ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية بكذا شكل. فده اول شكل احنا عملناه، شايفين؟ ثواني، شايفين عامل ازاي؟
جميل قوي، شكله حلو قوي ولطيف وجديد كمان. هنعمل معاكو كمان دورين عشان توضح معاكو اكتر. بنطلع من حلقتين دول ونشتغل كل حلقة لوحدها وانا شغالة بخيط الإيطان او خيط السلسلة. ممكن تعمليها بالكليم، بس يستحسن يبقى كليم مش سميك قوي، يكون رفيع شوية عشان تقدري تعمليها. هي هتنفع برضو، بس يبقى هتبقى ضخمة قوي، وفي نفس الوقت هيبقى صعب ان انت تستخدميها، يعني تستعمليها بالإبرة. انما خيط الإيطان او خيط المكرمية او الكليم الرفيع او الكليم التركي هيبقى حلو قوي معاها الغرزة دي. كده بالشكل ده كده خلاص. مثلا انا خلاص يعني اعتبر ان انا خلاص اكتفيت بالطول ده، ان احنا وصلنا خلاص لطول الدراع. عايزة بقى اركب الحلقة التانية من ناحية الجنش التاني، من الناحية التانية. بتشتغلي عليها ثلاث حلقات برضو زي الاولانيه اللي احنا اشتغلنا عليها 3 حلقات. بتطلعي الاول حلقتين دول وبتجيبي الجنش وبتدخليه في الابره وبتسحبي منه الخيط، تدخلي في تاني غرزه وتسحبي منها الخيط، تدخلي في اخر غرزه وتسحبي منها الخيط. ده كله وانتي كده مقفله على الجنش. ثواني اعدله بس. كده ولازم بقى تمسكيها كويس علشان ما تفكش منك زي ما فكت مني دلوقتي. كده بالشكل ده. وبعدين تطلعي بقى من الثلاثة مع بعض في نفس الوقت وتقفلي غرزة ثبات كده يعني، وخلاص يبقى كده معاكي الجنش الاولاني والتاني اتدككوا في الدراع بتاعك. بتقومي بقى قصة الخيط خلاص، وبتشتغلي بقى بتركبي بقى الجنش في الشنطة وبتعلقي بقى الدراع معاكي. والخيوط الزيادة دي بتقصيها، وفي خيط الإيطان بالذات لازم بتحرقي الآخر الطرف علشان ما يبقاش زي ده كده وينسل، لازم بالولاعة كده وتحرقي الطرف ده عشان ما ينسلش معاكي. خلاص كده خلصناها. يبقى كده خلاص خلصنا فكرة الدراع بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم والفكرة تكون سهلة بالنسبة لكم. لو في اي استفسار اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة، ونتقابل ان شاء الله تاني على فيديوهات تانية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.